قام المجلس المحلي في مدينة جرابلس بالتعاون مع لجنة إعادة الاستقرار من إطلاق عدة مشاريع في هذه المدينة بهدف إعادة الحياة المدنية وإعادة معالم الاستقرار للمدينة. يقوم المجلس المحلي ببعض الأعمال الفنية على بعض حيطان المدارس والدوائر الرسمية من أجل تجميل المدينة ومن أجل تغطية السواد الذي قامت به داعش في تلك الفترة السابقة. من هذه المشاريع التي تم إطلاقها كان مشروع الرسومات في مدينة جرابلس. هذه الرسومات عبارة عن رسومات توعوية وثورية تستهدف المدارس ومداخل البلد والجدران في مدينة جرابلس، عبارة عن رسومات ثورية تعكس أهداف الثورة السورية ومبادئ الحرية والكرامة.